Good evening, ladies and gentlemen. This is Helen from Algari TV channel. We are going to learn English on this rabbit. You can follow the rabbit if you see our rabbit written downstairs in your Facebook or in YouTube. And you, if you want, you can follow our lesson, our English lesson that we provide every week. مساء الخير عليكم from القناة الجريء بالدروس الإنجليزية مع هيلين. كل أسبوع هنقدمه درس إنجليزي. ممكن تشتركوا في الدرس وتسجلوا من الرابط العنوان بتاعه على الشاشة بتاعتكم تحت بالإنجليزي وبالعربي. في البداية لكل من بيسألوني ازاي يشتركوا في القناة وازاي يفعلوا الجرس وازاي يتواصلوا معي على الفيسبوك، اولا انت لما تروح للصفحة الرئيسية للقناة قناة الجريء تي في هتلاقي هنا اشترك في الصفحة الرئيسية، تشترك دوس الجرس تختار اول واحدة، فكده انت بتبقى اشتركت في القناة واول ما بنعمل فيديو بيجي لك. طيب ازاي تتواصل معي؟ عندك هنا عند الصورة الرئيسية في كلمة فيسبوك، لو دوست عليها هتوديك لصفحتنا مباشرة للفيسبوك، أو العلامة بتاع تويتر دوست عليها توديك في تويتر، لينكدين عايز تبعت لي إيميل من هنا تدوس تبعت إيميل مباشرة، عايز تتكلم معايا على ماسنجر بتاع الفيسبوك بتدوس على آخر واحدة هذه العلامة. نرجع نقول تاني، عايز تروح صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي فوق عند القلم صفحتنا في الفيسبوك تدوس توديك الصفحة مباشرة، تويتر تدوس تروح الصفحة، لينكدين تبعت إيميل أو تتواصل معي على ماسنجر تكتب على طول الموضوع سهل. من الممكن مثلا أن أنت تكون بتشاهد فيديو للجريء تي في زي ده، وأنت تشاهد هذا الفيديو مثلا عايز تشترك في القناة، فبتعمل إيه؟ بتدوس على الأحمر، طول ما هي حمراء كده تبقى أنت مش مشترك في القناة، فبتدوس على الأحمر وتدوس على الجرس تختار الأول، تدوس على الجرس تختار الأول. عايز تتواصل معي على الفيسبوك تويتر روح على العلامة أو كلمة الجريء تي في هيوديك للصفحة الرئيسية، تختار من فوق من عند القلم فيسبوك تويتر لينكدين الإيميل آخر حاجة ماسنجر تحولني على الماسنجر. طب عايز تشوف كل الفيديوهات السابقة تدوس على كلمة الفيديوهات هتطلع كل الفيديوهات والخبطات الإعلامية اللي احنا حققناها، ولما ضربنا في الوزير ولما ضربنا في أسرار النادي الأهلي ومخالفات النادي الأهلي، كل الحاجات اللي انفردنا بيها وحواراتنا مع النجوم وكل الموضوعات وكل الانفرادات هتلاقيها في منذ بداية القناة، وتستمتع بما حققناه من انتصارات ضد كل من هما ضد نادي الزمالك. فبالتوفيق هذا الشرح، لو انت ما فهمت الشرح عيد الفيديو تاني وتفرج عليه عشان تعرف. عايز اكرر من هنا فوق عند الصورة الرئيسية تدوس تروح صفحة الفيسبوك، هنا تويتر، هنا لينكدين، هنا تبعت ايميل، هنا ماسنجر.